لسه مكملين في انجلترا، وخبر مهم عن عودة ليستر سيتي للدوري الانجليزي مرة تانية وصعوده للبريمير ليج. وكان هبط ليستر سيتي في نهاية الموسم الماضي برفقة ليدز وساوثهامبتون، وجاءت خسارة ليدز يونايتد على يد مضيفه كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ45 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، عشان يتفتح الباب أمام ليستر سيتي عشان يرجع تاني للبريمير ليج. الخسارة جمدت رصيد ليدز عند 90 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقط عن ليستر سيتي المتصدر، واللي يعني لسه عنده مباراة وتتبقى جولة إضافية في عمر المسابقة، يعني ما يعني أن ليدز يونايتد مش هيقدر يتجاوز عدد النقاط اللي عند نادي ليستر سيتي، فبالتالي العودة رسميا لليستر سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز.